السلام عليكم. يبدو أن أي شيء عملاق يتم بناؤه على مدار التاريخ نشهد له نهاية مأساوية أحياناً. فكلنا يذكر تايتانيك، تلك الفاجعة التي لا تظل عالقة في أذهاننا حتى اليوم. وإن كانت هي عملاق البحار وقد حدث معها ذلك، فعملاق الجو قد طالته قبضة الله ولم يسلم هو الآخر. إنه هندنبرغ العملاق، أكبر المناطيد في العالم، والذي تحول إلى كومة من نار فجأة. دعونا نعود بالتاريخ لتكتمل الصورة أكثر. عام 1783 قام الأخوان الفرنسيان جاك إتيان وجوزيف ميشيل باختراع أول منطاد من الورق يرتفع إلى 1800 مترا في السماء. كانت هذه أول عملية صعود تجريبي للمناطيد، ومع الوقت تطورت تلك الصناعة لتأخذ شكلا مختلفا. ففي عام 1853 تم بناء أول منطاد يعمل بالطاقة، وقد تم ملؤه بالغاز بدلا من الهواء الفارغ. في تلك الحقبة الزمنية كان لابد لألمانيا أن تضع لمساتها، فقد شهد لها بصناعاتها المتطورة آنذاك، فقامت بطرح أول منطاد من الصلب يصل طوله إلى 153 مترا. كان يحتوي على زعانف وذيل وله إطار معدني، وقد تم ملؤه هذه المرة بغاز الهيدروجين. وفي أوائل القرن العشرين بنيت عدة نماذج منه، كانت من ضمنها هندنبرغ العملاق، والذي أوضعت كارثته النهاية لاستخدام المناطيد مرة أخرى لنقل الركاب المدنيين. فما حدث كان مفاجأة. ففي عام 1936 استكمل الألمان صناعة الهندنبرغ، وكان منطادا عملاقا جدا، إذ بلغ طوله 245 مترا، ووصل عرضه إلى 41 مترا، وهذا كافيا لحمل عدد كبير من الأفراد. أما من الداخل فكان جناح الركاب فاخرا، إذ جهزوه ب25 مقصورة، بالإضافة إلى غرف طعام واسعة، وصالة استقبال، وقاعة للمطالعة، مع وسائل ترفيه أخرى. لم يتوقع الخبراء والمصنعون حينها أن ذلك العملاق سيتحول إلى كومة من تراب، فبوجود 4 مولدات ديزل من النوع ديملر كافية لجعله قويا، بالإضافة إلى هيكله المعدني المتين والذي تم تغليفه بقماش خاص لحفظ غاز الهيدروجين الذي ملئ به. ولكن دائما ما يفاجئنا القدر ويخالف توقعاتنا. فآخر رحلة قد قام بها العملاق الصلب كانت متوجهة إلى أمريكا، وكان حاملا على متنه 97 فردا. وعندما وصل إلى المطار استعد القبطان للهبوط رغم الظروف الجوية السيئة. عندئذ اشتعل المنطاد واحترق بسرعة كبيرة خلال 34 ثانية فقط، في مشهد مهيب ورهيب. وبأعجوبة لم يمت سوى 36 شخصا من أصل 97. وأما عن سبب الاحتراق فلا يزال غامضا حتى الآن، فغالبية المحققين أجمعوا أن سبب الحريق هو اشتعال الهيدروجين الذي يحمل المنطاد، بينما أرجع آخرون أن نتيجة ذلك هو اصطدام أحد مراوح المنطاد الضخمة بأحد خزانات الوقود أثناء الهبوط. وهناك بعض دراسات وتحقيقات مؤخرا أشارت أن سبب الحريق يرجع إلى شرارة كهربية نتجت عن الشحنات المتجمعة على سطح المنطاد وتفاعلت مع الهيدروجين، ومن ثم تم الحريق. في رأيك أنت، هل كانت تلك الأسباب مقنعة بالنسبة لك؟ أم أن حريق هندنبرغ كان بفعل فاعل؟ أخبرونا بآرائكم في التعليقات. وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو أفضل وجديد. انتظرونا في فيديو قادم بمشيئة الله. إلى اللقاء.